السائل شين كاف من المكيدية يقول: هل يجوز الجمع بين الصلوات كصلاة الظهر والعصر معا في العصر وأيضا المغرب والعشاء دون سبب؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، عذر شرعي كالمرض، مريض الذي يلحقه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها يباح له الجمع. كذلك المسافر أيضا يباح له الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. وكذلك في حالة المطر يجمع بين المغرب والعشاء في حالة وجود المطر أو الوحل الذي يشق على الناس في الذهاب إلى المسجد، فلهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء. هذه الأحوال التي يجوز فيها الجمع، ولا يجوز الجمع في غيرها إلا لعذر شرعي، وذلك لأن الله فرض كل صلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في مواقيت معينة لكل صلاة، لا يجوز إخراجها عن هذا الوقت إلا لعذر شرعي يبيح الجمع. نعم.